مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد احداث مباريات البارح ما بين النجم الساحلي والترجي، نادي الفريقي النادي الصفاقسي على حسب الجولة قبل الأخيرة من البطولة. الرابطة قررت غلق الفيراج الشمالي والجنوبي في المقابلة القادمة للنجم ضد النادي الفريقي نهار لحد هذا، كما تقرر زاد غلق فيراج الشمالي والجنوبي في رادس في مباراة الترجي نهار لحد ضد اتحاد بنقردان لحساب نفس الجولة. مكتب الرابطة قرر زاد توجيه توبيخ وخطية مالية 5 ملايين للنجم الساحلي والنادي الفريقي. في النادي الصفاقسي اليوم نص الليل تنتهي عمل الهيئة التسييرية للنادي بعد عدم ورود ترشحات الجلسة العامة الانتخابية للمرة الثانية على التوالي. الجلسة الثانية كانت مبرمجة اليوم وبالتالي تتحل الهيئة التسييرية الحالية، لكن يواصل منصف السلامي تسيير الفريق بصفته رئيس للهيئة العليا للدعم. ونهار 29 جوان اجتماع منتظر للهيئة العليا للدعم لتعيين هيئة تسييرية جديدة تنجم تحتوي تقريبا نفس الأسامي أو تكون فيها أسامي إضافية مقارنة بالهيئة التسييرية الموجودة حاليا واللي توفى مدتها اليوم نص الليل. نواصل مع النادي الصفاقسي والثلاثي حسام الدقدوق محمود غربال ومليك رياح يغيبوا على مواجهة الاتحاد المناسيري بسبب عقوبة الإقصاء والإنذارات. بالنسبة لملف تجديد العقود تقارب في وجهات النظر ما بين إدارة الفريق وإسماعيل دياكيتي لتجديد العقد، وبالنسبة لكل من شادي الهمامي وليد القروي نور زمن زموري صبري بن حسن وغيث المعروفي خذوا مقترح للتجديد والهيئة تستنى في إجابتهم في الأيام القادمة. أعلنت الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي على عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة نهار 11 جويلية. الجلسة باش تكون مخصصة لمراجعة النظام الأساسي للفريق وكيف كيف بعدها باش تكون الجلسة العامة العادية، والجلسة العامة الانتخابية باش تنعقد نهار 24 جويلية. بالنسبة للانخراطات اللي تخول أصحاب الحضور في الجلسات هذوما زوز تتباع في فترة أولى قبل الجلسة الخارقة للعادة بداية من غدوة حتى لنهار 8 جويلية، بعد يقف بيع الانخراطات لين تتعدى الجلسة العامة الخارقة للعادة ويرجع بيع الانخراطات من 12 حتى 22 جويلية. مالك الجزيري ترشح النصف نهائي دورة بيونس آيرس في الأرجنتين بعد مربح الأرجنتيني غونزالو فيلانويفا زوز مجموعات مقابل واحد تفاصيلها 6-2 1-6 و6-3. المصنفة 123 عالميا السويدية ميريام بيوركلاند هي منافسة أونز جيبر في الدور الأول لويمبلدون. مبدئيا المقابلة ما بيناتهم مبرمجة نهار 2 الجاي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم أحسن وكامل فريق على كل لسان.